الخلايا البائية لها منشأ الخلايا التائية. منين نشأت الخلايا التائية؟ من نقي العظم، والخلايا البائية تنشأ من نقي العظم. هون إذا صرنا المنشأ لكل من الخلايا الليمفية إن كانت بائية أو تائية هو شو؟ هو نقي العظم. الخلايا التائية تذكروا إنه كان تتميز في الغدة التيموسية، بينما الخلايا البائية هنا تتميز في نقي العظم. ماذا أعني بكلمة تتميز؟ ما المعنى أنه أقول الخلايا التائية تنشأ من نقي العظم، تتميز في نقي العظم؟ طيب ما معنى كلمة تتميز؟ حيث محمود، توجد في أنه نقي العظم تتمركز فيه عليه. هلا تتميز بدنا إجابة تاني، في حدا عنده غير الإجابة؟ يعني بعد ما تنشأ أنه بتنقسم مثلا لأنواع هيك شيء؟ يعني مو بهالضبط بهاي الانقسام. هلق نحن مثلا بنقول اذا واحد بده أو بتتحدد وظيفته يعني. نعم، هذا هو التمام، تحدد وظيفته بتصير اشو قادر على القيام بوظيفه. هلق انتم مثلا بدنا نقول طلاب اشو بكالوريا كلياتكم عم تدرسوا نفس المواد، لكن بكره بس الله يسر ورحتوا على الجامعه، واحد مثلا بيروح بيدرس قسم طب، واحد هندسي مثلا، واحد كذا علوم جغرافيا تاريخ كذا، كل واحد بيتخصص شو في اختصاص معين. حتى بنروح على مثلا على كليه الطب، هذا مثلا اختصاص عيون، هذا مثلا بالقلب، هذا في العظام. اذا هذا الموضوع اسمه التخصص او التمايز. فهون الخلايا وقت تقول انا خلايا تائيه نشات من نقي العظم، تولدت في نقي العظم، تمام، من خلايا جزئية. الخلية الجزئية انقسمت وعطت خلايا، واحدة ظلت جزئية والثانية صارت أشو خلية تائي أو بائي. الخلايا هون تتميز في نقي العظم، يعني تذهب في اتجاه التخصص، يعني بصير في إلها أشو وظيفة معينة خاصة فيها. هذا معنى التمايز. يتم تحريض هذه الخلايا على الانقسام بمولد الضد، يعني هي بتكون منتشرة مثلا في الجسم، وقت اللي بيدخل مولد الضد بتقوم بتم اشو بتتحرض على الانقسام. هي اشو الغرض من عملية الانقسام هون؟ اشو الغرض من انقسام الخلايا البائية؟ مين بيقول لي اشو الغرض؟ تمايز. هلا قيل التمايز لتساعد الخلايا التائية. الانقسام غرضه زيادة عدد الخلايا، يعني بده يصير في عندنا مثلا جنود اكثر للمقاومة، تمام، بينما يكون مثلا عندنا وليكن ما نقول هجمة 10 جراثيم يعني كمثال، يعني وفي عندنا 4 خلايا بيضاء تائية وانقسمت هاي الاربعة صارت 8 و8 صارت 16، صار اذا عدد عندنا شو جيش اكبر من مولد الضد. اذا عملية الانقسام الغرض منها هون زيادة عدد الكريات البيضاء من أجل زيادة قوة جهاز المناعي، لأنه كل كرية من هذول الكريات البائية، طبعاً هالكريات البائية هاي إذا زاد عددها معناته كل وحدة منها راح تنتج أضداد، فأشو راح يصير عندنا عدد أكبر من الأضداد، تمام؟ إذا يتم تحريضها على الانقسام بمولد ضد، يعني بمجرد ما بيدخل مولد ضد بنعرف شو هو مولد الضد، اللي هو ممكن يكون جرثوم او بكتيريا او سموم معينه دخلت على الجسم. فمن وقت اللي بتحس الخلايا البائيه انه في شيء بتبلش شو بتنقسم وبيزاد عددها، هذا التحريض، تتحرض انه بصير بتنقسم بيزيد عددها عشان تجهز حالها للدفاع. والليمفوكينات، الليمفوكينات شو قلنا هي اللي بتفرزها مين؟ الخلايا التائية المساعدة. إذا دخول مولد الضد والخلايا التائية المساعدة قلنا بتفرز الليمفوكينات بتحرض البائية على الانقسام، فصار هون عندنا نقطتين أو اتجاهين يحرضان على انقسام الخلايا البائية، هني دخول مولد الضد وإنتاج الليمفوكينات من الخلايا التائية المساعدة. طيب انقسمت الخلايا أو زاد عددها، هنا تعطي أيضا خلايا ذاكرة، خلايا البائية راح تنقسم إلى خلايا ذاكرة قسمين وخلايا بلازمية، خلايا ذاكرة وخلايا بلازمية. أشو دور كل واحدة منهن؟ النوع الأول اللي هو خلايا الذاكرة هاي تعيش مدة زمنية طويلة، وأشو راح تحفظ
المكونات لمولد الضد والأضداد اللي أفرزت له إياها الخاصة فيه. وخلايا بلازمية أو مصورية، هاي هي الخلايا التي تعمل على إنتاج الأضداد، هي التي تعمل على إنتاج الأضداد استجابة لدخول جسم غريب، وهي تعيش مدة زمنية قصيرة. إذا الخلايا البلازمية تنتج الأضداد وخلاص، بس انتهى المرض أو المولد الضد، بتعيش لفترة بسيطة وبعدين تنتهي. مين بيضل؟ بيضل خلايا الذاكرة حافظة المعلومات، مشان شو؟ إذا في هجمة جديدة بتساهم في القضاء عليها. إذا لها الخلايا البائية، لها منشأ الخلايا التائية نفسه، يعني من نقي العظم. تتميز أيضا في نقي العظم، يتم تحريضها على الانقسام بمولد الضد والليمفوكينات، تنتين شغلتين بحرضنا على الانقسام بمولد الضد والليمفوكينات. الليمفوكينات قلنا أنها تنتجها الخلايا التائية المساعدة. طيب بعد ما تنقسم راح تتوزع في اتجاهين، خلايا ذاكرة وهاي راح تحفظ المعلومات وتضل شو فترة زمنية طويلة، وخلايا بلازمية مصورية هاي تعمل على إنتاج الأضداد استجابة لدخول جسم غريب، وتعيش هذه الخلايا البلازمية مدة زمنية قصيرة. لاحظ هنا، إذن هاي العظم هون نقي العظم، فيها هنا بيعطي الخلايا الجزيئية راح تنقسم وتعطي شو عدة أنواع من الخلايا، ممكن كري حمراء، صفائح دموية، خلية لمفية حبيبية، وخلية من البالعات الكبيرة، بالعات كبيرة. أيضا الخلايا الجذعية هون راح تعطي خلايا اللمفية، إما وحدة من راح تروح باتجاه مين؟ اتجاه التيموس وتتميز فيه، وهي راح تعطي الخلايا التائية، ومنها التائي السمي والخلايا المساعدة، وأيضا راح تعطي الخلايا الطبيعية القاتلة. وأما بالنسبة للاتجاه الآخر فيتم التمايز ضمن، قلنا ضمن نقي العظم، وتعطي خلايا بائية. والخلايا البائية منها خلايا بلازمية وذاكرة، والخلايا البلازمية مسؤولة عن إنتاج الأضداد، مسؤولة عن إنتاج الأضداد. ما هي، سؤال، ما هي مكونات الجهاز المناعي المتخصص؟ ما هي مكونات الجهاز المناعي المتخصص؟ دعاء. نقي العظم، العقد الليمفي، العقد السعطري أو الزعتري، الليمف، الطحال، الخلايا الليمفية. ممتاز. ما أنواع الخلايا التائية؟ دبابة، أنواع الخلايا التائية؟ ثلاث خلايا قاتلة سمية، وخلايا تائية مساعدة، وخلايا كابحة، وخلايا ذاكرة. نعم، ممتاز. بما يتم تحريض الخلايا البائية؟ بما يتم تحريض الخلايا البائية؟ نسرين. يتم تحريضها على الانقسام من الضد واللمفوكينات التي تنتجها الخلايا التائية المساعدة، إذ تعطي خلايا ذاكرة تعيش مدة زمنية طويلة. نعم، وخلايا قلنا بلازمية مدة قصيرة. بلازمية قصيرة. ممتاز. طيب ما هي أنواع الخلايا البائية؟ لانا، ما هي أنواع الخلايا البائية؟ خلايا بلازمية، خلايا ذاكرة، وخلايا بلازمية مصورية. ممتاز، أحسنتم جميعاً.